جزاكم الله خيرا واحسن اليكم عودا الى فضائل الاعمال الصالحه. الا ترون ان هذا الموضوع جديرا بالبحث والجمع والتاليف ليكون بين ايدي المسلمين حتى يعملوا ما هو من الاعمال افضل واقرب الى الطاعه واقرب الى القبول ان شاء الله تعالى. لا شك ان العنايه بذلك هو توجيه الناس في المصالح وفي الكتب نحو الاعمال وتفاعلها انه لا مهم، ولعل في هذا من الكتب والرسائل ما يكفي عند البحث وعند المراجعه. لكنها قريبه عن الذهن شخص صالح، اما اذا كانت في كتب معين او في كتاب معين يكون فيه متناغم الايدي لعل نشره يسهل بين الناس ولو بطريق التصوير. لا ينضبط هذا دائما، قد يختلف باختلاف الاوقات، اختلاف الاحوال والاشخاص. قد يكون العمل فاضلا في حق هذا ويكون مفضولا في حق الاخر. فمثلا الانسان العادي كونه يتصدق بالمال على المحتاجين افضل من كونه يذهب الى عمره مستحبه. بما ان العمره ايضا في وقتنا الحاضر في رمضان بالخصوص فيها زحام شديد، والحج كذلك فيه زحام شديد وفيه مخاطره، وقد يكون فيه فتنه بمخالطه النساء وتعرض للفتنه في الطرقات او في محلات الزحام، وقد يكون فيه ما هو اشد من ذلك وهو ان الانسان لا يستطيع ان يؤدي العباده على وجه المطلوب بسبب الضيق والزحمه، لا يؤديها على وجه المطلوب. لا شك ان الاحوال تختلف والازمنه تختلف والناس يختلفون، لكن العالم الذي يحتاج اليه الناس وفي سفره لمصالح الناس يدعو ويرشد في مجمعات الناس ويستفتى، لا شك ان هذا هو افضل من بقائه.